في عمان أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الفلسطيني محمود عباس إدانتهما لقرار إسرائيل إبعاد 4 أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس وهدم 22 منزلا في القدس الشرقية. وشدد الزعيمان على ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية الإسرائيلية خاصة في القدس المحتلة والتي تشكل خرقا للقانون الدولي. في ختام جولة أوروبية أمريكية وأيضا عربية، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، زيارة وصفت بالهامة لما تحمل أجندتها من موضوعات، خاصة في ظل القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية وهدم المنازل في حي سلوان وتهجير السكان على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي في عرض المياه الدولية. أول قضية هي زيارة التي قام بها جلالته مؤخرا وتحدث فيها مع هيلاري كلينتون، وكذلك الزيارة التي قمنا بها إلى أمريكا وكانت شملت المجتمع اليهودي والكونغرس وغير ذلك. كذلك تحدثنا على أنه المدة ستنتهي بعد 4 أشهر، ماذا يمكن أن نعمل هناك، أيضا الأمم المتحدة، هناك الموراتوريوم الذي تقوم الذي يعني قدمته إسرائيل. هذه كلها أشياء تحدثنا فيها. لم يكتفي الرئيس عباس بإطلاع العاهل الأردني على آخر المستجدات فقط، بل تخطت العناوين العريضة وبحثت فيما بين سطور محاولة إحياء ودفع عملية السلام إلى الأمام، حيث تمثل الأردن طرفا أساسيا في الموقف العربي الداعم للقضية إلى جانب مصر والسعودية للقضية الفلسطينية. العلاقة الأردنية الفلسطينية لا تكتفي فقط بتناول العموميات وشعارات الكبيرة الفضفاضة التي يمكن الحديث عنها في القمم العربية. هنا يجري الحديث حول كيفية دفع عملية السلام التي هي مصلحة فلسطينية وأردنية مشتركة إلى الأمام، وكيفية التقدم إلى الولايات المتحدة والعالم بموقف عربي واحد أو موحد. التنسيق الأردني الفلسطيني على خلفية التنسيق العربي في ظل حالة المجتمع الدولي التي تتسم في رأي الكثيرين في هذه اللحظة من عمر القضية، تتسم بالإيجابية نحو القضية بعد الموقف الأخير للحكومة الأمريكية الهادف إلى ما وصف بإحداث توازن في المنطقة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي، تنسيق يبقي حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي عقبته الأولى. عناوين كثيرة حملتها زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الأردن، أهمها هو محاولة الخروج بموقف عربي موحد في دعم القضية الفلسطينية في ظل ظرف دولي قد لا يتكرر مرة أخرى ويتحول إلى واحد من فرص ضائعة لقيام الدولة الفلسطينية الحلم. دام الكردي، النيل، عمان.